أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في لقاء يتجدد أسبوعيا من القاهرة. الشائعة التي باتت ككرة الثلج كلما تدحرجت كلما كبرت. بجرة قلم تستطيع أن تحيي إنسانا من العدم، وبجرة قلم تستطيع أن تقتله في وقتها. إنها وسائل التواصل الاجتماعي بكل أشكالها وألوانها. في مصر تم رصد في يوم واحد أكثر من 120 شائعة. الرئيس المصري يتحدث أنه خلال 3 أشهر فقط تم رصد أكثر من 21,000 شائعة للنيل من أمن واستقرار مصر. هذا في مصر، ولكن في الوطن العربي فحدث ولا حرج. أيضا إذا تحدثنا عن دولة فلسطين الحبيبة، هناك من لا يريد الخير لفلسطين فيبتليها بالشائعات. موضوعنا الشائعات والسوشيال ميديا. أما ضيوفي الكرام فهو الدكتور طارق أبو السعد الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، والدكتور عادل عبد المنعم الخبير في أمن المعلومات. أهلا بكما. نبدأ مع الدكتور عادل. حضرتك خبير في أمن المعلومات وخبير أمن دولي كمان. مسألة الشائعات التي بدأت تسيطر الآن وباتت بمثابة الفزاعة في مصر من تأثيرها السلبي سواء اجتماعيا أو حتى سياسيا. تمام. هو طبعا في ملاحظة السنوات الأخيرة وتحديدا منذ ثورات الربيع العربي وحتى هذه اللحظة بدأ واضح للجميع، من أول المواطن وحتى الحكومات والمجتمع الدولي، مدى خطورة وأهمية استخدام شبكات التواصل الاجتماعي كأداة فاعلة لتحريك الرأي العام. ده بداية. النقطة الثانية يمكن أنا بحب أكررها كتير، فكرة الوصول للمستخدم. التلفزيون ممكن يكون فيه عدد معين، ملايين من الأفراد بيشاهدوا التلفزيون، لكن أكيد مش كل أفراد الدولة. ممكن في ساعات معينة يكون في بعض الناس بتستمع إلى الراديو، ممكن يكون في ناس بتشاهد قنوات فضائية إلى آخره، لكن التليفون المحمول النهاردة إذا حضرتك اتفقت معايا، إحنا بنتكلم في إن التليفون المحمول تقريباً ملاصق للشخص اللي معاه التليفون، إذا كان تليفون واحد يعني، تمام؟ وبيتعامل معاه طول مدة استيقاظه، أنا مش عايز أقول 24 ساعة لأن أكيد هو بينام عدة ساعات، لكن طول ما هو صاحي ممكن في الشغل وهو بيسوق العربية وهو على السرير ده، يعني أحياناً قد يذهب بيه إلى الحمام، اوكي، الى اخره. الفكره ان انا متصل بالانترنت باستمرار وعندي نافذه اعلاميه اذا صح التعبير يمكنني الوصول اليها او الوصول معلومات من خلالها ليا خلال تقريبا 24 ساعه في اليوم، فده بالتبعيه بيدي ريتشابيلتي او وصوليه عاليه جدا. اذا لو انا النهارده نشرت خبر انا بضمن وصوله الى قطاع كبير جدا يكاد يكون اجماع او الوصول بالكامل لكل الفئة المستهدفة. لو قلت كل المصريين، لو قلت كل العرب، لو قلت كل الأوروبيين، أقدر أوصل لحاجة بالمنظر ده تقريبا. النقطة الثانية إن الخبر ما بيضيعش، يعني أنا ممكن أفقد مشاهدة برنامج تلفزيون، ممكن أفقد مشاهدة حلقة إخبارية أو برنامج نقاشي، لكن الخبر على الفيسبوك غالبا بيدوم لعدة ساعات، ولا سيما لو كان موضوع يتعلق بالرأي العام. الحاجة الثانية إن النهاردة حضرتك ممكن الفيديو الخاص بهذه الحلقة يذاع على اليوتيوب، وفي نفس التوقيت على صفحة البرنامج على الفيسبوك، وفي نفس التوقيت على حساب البرنامج على موقع تويتر، وبناء عليه حضرتك بتعملي محتوى واحد لكن بتعظمي من انتشار هذا المحتوى عبر قنوات اتصال متعددة، والتكلفة تكاد تكون منعدمة. لأن في النهاية أنا هو نفس الفيديو هنشره على فيسبوك وكذا وكذا، وهناك برامج على حضرتك على دراية بيها يمكنها إدارة المحتوى، بمعنى أني أضع المحتوى مرة واحدة وبضغطة زر ينشر هذا المحتوى على عشرات وليس هناك مبالغة من مواقع التواصل الاجتماعي. هذه الآلية التي يمكن أن نشبهها بانتشار النار في الهشيم تستطيع أنها تصل إلى الملايين في اللا زمن تقريبا باللا تكلفة، والموضوع مفتوح لأي لغة في العالم. لان حتى لو حضرتك قدامك محتوى بلغه لا تستطيع التعامل معها، الترجمه فوريه على فيسبوك وعلى تويتر وهكذا. ففي ايه اليه اكتر من كده يمكن استغلالها لنشر معلومه؟ يعني الاول هنقول معلومه، تمام. اذا انتقلنا بقى بعد كده الى فكره كل من يرغب في التاثير السلبي على استقرار دوله، اعتقد ان مفيش اليه بالنسبه له افضل من هذه الاليه. هقدر اوصل لكل الناس تقريبا، هوصل لكل الاعمار السنيه، هوصل لمتابعي اليوتيوب والفيسبوك وتويتر والواتساب وهكذا، وبالتبعيه وانستجرام بالمناسبه، يعني كل هذه النوعيه من الشبكات هي ضغطه زر وبالتبعيه هي اصبحت اكثر الادوات جذبا، مش بس لانها منتشره
لان كمان التكلفه وسرعه الانتشار وسهوله نشر المعلومه. اضيف الى ذلك فكره ان كل شخص اصبح قناه. يعني انا دلوقتي ممكن دلوقتي حالا اعمل لايف فيديو اوكي وابث لمن يراني، وممكن اصدقاء لي يعملوا شير لللايف ده، وبناء عليه تحول. يمكن زمان كنا بنتكلم في فكره تراخيص محطات البث التلفزيوني وما الى ذلك، النهارده اصبح كل مواطن او كل عنده شخص في بث العالم مباشر، نظريا اصبح كل واحد عنده بث مباشر، عنده ساتلايت بالفعل. دكتور طارق، يمكن ربما كنت حريصه على وجودك معنا لان هناك للشائعه جانبان، جانب يعكس المستوى الاجتماعي والثقافي لكل دوله، وايضا المستوى السياسي لبعض المغردين الذي تحدث عنهم الدكتور عادل عبد المنعم. يعني لما نتحدث عن الجانب الاجتماعي، هناك بعض الافراد الذين يستطيعون بالفعل بطريقه ما تحريك الراي العام ضد او مع، وهناك جهات تريد ايضا النيل من شخص او جهه او دوله تريد تحريك الراي العام معها او ضد هذه الجهه. الحقيقه الشائعات هي في البدايه هي خبر كاذب. ومصر الفترة الأخيرة والعالم العربي كل دولة تقريبا كانت معرضة لهجمة شديدة من الشائعات. الهدف من الشائعات واضح، لو حبينا نسأل أسئلة بسيطة: من ولماذا وكيف؟ من يطلق الشائعات ضد من؟ ولا شك أن لو افترضنا أن دولة ما، بلاش مصر وبلاش فلسطين وبلاش أي حاجة، حط سين إكس، بتتعرض لشائعات، ابحث عن الأعداء، الأعداء الطبيعيين، سواء دولة سواء أفراد سواء مؤسسات سواء أشخاص كانوا سياسيين وخرجوا، بيضخوا مجموعة من الأخبار الكاذبة. ليه؟ إيه الهدف من كده؟ أولا يوفر مناخ من الضبابية، يبقى المواطن ما عندوش يقين بأي خبر، يمنع الاصطفاف حوالين أي مشروع قومي. يعني لما نقول عندنا مشروع قومي، يعني اخاطب بس الساده المشاهدين، لما كان مشروع بناء السد العالي في مصر في الستينات كان مشروع قومي وحاجه كانت يعني مفرحه بالنسبه لنا، واصطف الشعب المصري كله وراه لان ما كانش في شائعات حواليها كتير، وكان الشائعات محاولاتها كانت مقتوله في وقتها لانها ما كانش عندهم الامكانيات المتوفره حاليا. لكن مشروع زي مشروع قناه السويس اللي احنا لا، وكان في قانون صارم برضه يا دكتور، ما اختلفناش، لكن هم كان وقتها الادوات غير الادوات اللي موجوده حاليا، وفي غياب القانون الصارم ايضا مع ادوات اكثر انتشارا واكثر سرعه، اعتقد بقى في امكانياتهم اعلى من فتره الستينات. لكن اللي انا عايز اوصله مش المقارنه، انا عايز اوصل الفارق ما بين الاصطفاف حوالين مشروع قومي والانفضاض حول مشروعات قوميه موجوده حاليا. عندنا مشروعات كتيره جدا، حتى في بدايه العصر المبارك كان في يعني مترو الانفاق، كنا كمصريين كنا فرحانين بيه جدا وشايفينه نقله حضاريه وكنا بنتكلم عنه بشكل جيد. النهارده اي مشروع موجود في البلد بتجدي في المصري عنده غصه ان هو يتحدث عنه بفخر. ليه؟ كم الشائعات حوالين اي مشروع قومي حصل في البلد الفتره الاخيره جعلت الشباب مش قادر يتبنى. طب ده بسبب تغير مزاج المواطن في مصر او في الوطن العربي، عنده استعداد لتلقي او تقبل هذه الشائعه، لديه شك في الدوله مثلا، ام يعني وسائل التواصل الاجتماعي وكثره الالحاح تجعلك تصدق؟ في مثل مصري بيقول الزن على الودان امر بالسحر، امر بالسحر في الابدان، زن كتير. والدكتور عادل اتكلم من شويه وقال ان معانا جهاز بيجعلك على اتصال 24 ساعه تقريبا، يعني ما عدا ساعات النوم. ولو يعني انا عايز اقول لك في ناس بتصحى من النوم تبص وتنام، صوره ابني نايم، صورته نام وهو ولد صغير يعني 12 سنه 13 سنه، فما بالك الاكبر من كده والفاعلين والشباب والجامعيين وقتهم. هو ادمان الموبايلات وكده ده يمكن نعمل له حلقه مخصوصه، يمكن احنا موضوعنا النهارده الشائعات. هو معرض نفسه او وضع نفسه في هدف لمنصه اخبار، ما بيقدرش عنده او الكثير من الشباب العربي ما عندوش القدره انه او ما عندوش الصبر وما عندوش القدره وما عندوش المهاره وما فيش الوقت انه ينقي الاخبار ويعرف اللي يختبرها هل هو ده خبر كاذب ولا لا، فبيتلقى كثير من الاخبار. النتيجه الطبيعيه لتلقي كل هذا الكم من الاخبار انك بتقف على الحياد،
مش بتنحاز لخبر ضد خبر. خلاص خلاص قناة السويس ماشي كويس، ولكن مش ليس هناك اصطفاف، كما ما فيش يقين، ما يجعلكش تنتمي بيقين الى موضوع او ان في حاجه انا متاكد منها، لا دايما مش في شك في شك في شك. فده قدروا ان هم يعملوا. طيب احنا كنا فين؟ احنا كنا بنلهس في اروقه اخرى، ونسينا ان التنظيمات الارهابيه اللي وضعت العالم العربي كله امام اعينها لديهم هيكل هرمي منظم قادرين على ان هم يفرغوا كل الطاقات السلبيه تجاه الشعب العربي وتجاه الدوله اللي هم ناويين يغيروا من افكار الشعب. دكتور عادل، لماذا لدينا جاهزيه واستعداد لتلقي الشائعه أكثر من الخبر الصادق؟ يعني عندما تحدث شائعة في مصر، كانت مثلا على سبيل المثال البيض الذي تحدثوا أنه يتم استيراده من إحدى الدول وهو عبارة عن بلاستيك، ربما حتى الآن المواطن يصدق الشائعة أن هذا بلاستيك ويخشى من البيض على الرغم من يعني نفي الدولة المصرية. تمام. طيب هقول لحضرتك، انا كان يعني كنت تشرفت بعمل مساهمه يعني مع مركز الاهرام للسياسه الاستراتيجيه في جرائم المعلومات او مشاكل امن المعلومات والامن القومي. وكنت وضعت برضو رؤيه متواضعه مبنيه على يعني الاحتكاك الفعلي، يعني الكلام ده ما ينفعش ان هو مدلل عليه بنظريه اكتر منه ممارسه فعليه. وكنت وضعت بعض النقاط التي ارى انها تستهدف دائما، يعني هي الاهداف دي مطلوب تحقيقها وبناء عليها هفسر رد سؤال حضرتك. من ضمن الاهداف دي على سبيل المثال هدم القدوه. يعني اذا حضرتك جيت النهارده نلاقي ان اي رجل دين يتصدى الى الكلام في الدين بفتوى معينه قد لا تتناسب مع اهواء بعضهم، يبقى نطلع نمسك يعني نطلع القطه الفطسه في اي كلام، او نقول ان الراجل ده عالم سلطه، او ده مثلا ايه الازهر يدار من الحكومه، ومثلا فتاوى مش عارف المفتي لا يمكن صدورها الا بعد ما ياخد موافقه من مش عارف الدوله، يعني كلام من تشكيك على هذه الشاكله. تمام. نيجي مثلا داعيه مش عارف عمل، مش عايز اتكلم في اسامي يعني، اوكي، نشكك في الدعاه سواء الشباب الكبار، دول موالين للدوله ودول ليهم فكر مثلا ايه سني، ودول موالين مش عارف لمين ومين. في النهايه انا كمواطن ليس لدي مرجعيه واضحه قاطعه ان انا اقدر اقول ان لدي شيخ اخذ عنه فتوى او راي ديني. تمام. انا بتكلم في الامور البسيطه جدا. طيب تعالي نتكلم في السياسه او في الاقتصاد. فلان ده لا ده بتاع الحكومه، اصل ده طلع في قناه كذا، القناه دي بتاعت الحكومه. فلان ده لو انا مثلا طلعت مع الدكتور النهارده يبقى انا النهارده ايه، انا خلاص انا متآمر على اي حد الدكتور ذكره وهكذا. ففكره هدم القدوه وعدم وجود مرجعيه خلت انا ما اعرفش اكلم مين اساله على ايه لما احتاج اسال على حاجه. يعني انا عارف ان مثلا ايه حضرتك زمان ممكن اقول مثلا الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، والله مثلا ده هنقول ان لا يختلف عليه اثنين كشخص يلقى قبول من كرجل دين ناخذ منه تعاليم الدين. ممكن يجي حتى مثلا الاخوه المسيحيين، والله بابا شنوده هو ده الراجل اللي لو قال حاجه. النهارده كلام منتشر في مثلا بابا شنوده قال كذا، بابا شنوده مثلا مش عارف سلم على الرئيس، ايه يعني المشكله نسلم على الرئيس رحمه الله عليه، وهكذا. خدت بال حضرتك انهدام القدوه وعدم وجود مصدر بالنسبه لي كمواطن موثوق فيه خلى من السهل ان اي حد يخش بس تفتكر لان يمكن ايام يعني الشيخ الشعراوي او البابا شنوده رحمه الله عليهما لم يكن هناك هذا الكم من وسائل التواصل عبر شبكات الانترنت، ربما لو كان ده موجود ممكن كان يتم التشكيك فيهم برضو. ما هي الفكره، هل احنا النهارده قبل ما نتكلم في الادوات هنتكلم في النتيجه؟ يعني انا عايز اركز على النتيجه. النتيجة أن استخدام هذه الأدوات بهذه التقنيات المضللة أدى إلى هدم المرجعية السياسية والدينية وكذا وكذا وكذا. طيب أوكي، النهاردة طبعا مع التقدير لكل الأشخاص والهيئات، يعني لو طلع رئيس الجمهورية قال حاجة يشكك في كلامه، لو طلع وزير الدفاع قال حاجة يشكك في كلامه، لو طلع مفتي الجمهورية يشكك في كلامه، طلع شيخ الأزهر، تمام، وكأن لم يعد في الدولة مؤسسة تلقى قبول عام ولا شخص مهما كان يلقى قبول عام. يجي بقى أي حد يقول لي أي حاجة، ما انا ما عنديش مرجعيه. تصدق الكلام ده نتيجه يعني هرجع للدكتور الضرب المستمر، يعني انا ما بديكيش فرصه تشمي نفسك. كل يوم تشكيك، النهارده تشكيك في مشروع، بكره تشكيك في موضوع اقتصادي، بعده تشكيك في موضوع ديني، بعده ازاي يبقى في كلام على انتوا ايه دخل الحكومه في قصه مثلا ايه الطلاق الشفوي والطلاق الكتابي الى اخره. كل يوم عده موضوعات بتستهلك
يعني عقلنا ومشاعرنا واذهاننا ووقتنا، ولا تدع لنا فرصه للتفكير والاستقرار. بكل تأكيد. طب دكتور طارق، يعني ربما تحدث الدكتور عادل وحضرتك عن التخريب الممنهج للدولة عن طريق هدم المثل أو القدوة أو القامات في كل دولة، حتى يستطيع يعني المخرب الوصول إلى عقول وأذهان المواطنين. يعني لماذا تم السماح، وكيف يتم السماح من قبل يعني لا أقول الدولة ولكن المجتمع؟ هو الحقيقة المجتمع مش هيقدر يقاوم ده بشكل مباشر وفوري، لأنه يعني زي ما قلنا وزي ما الدكتور عادل قال إن ده متاح والجميع أصبح منصات كمان، يعني لم نعد بس متلقين لهذه الأخبار، لأ إحنا كمان بقينا منصة لهذه الأخبار، بقينا منصة ننقلها لمن ورانا. الشير السهل ده إن كل خبر لذيذ كده وشكله حلو وتنشره شير شير علشان يبقى عندك لايك كتير وناس شايفاك وكده ومتابعينك، عملت حاجة غلط، لأن أنا بقينا أنا كمان. لا أنا سؤالي لماذا القابلية؟ يعني أنت تستطيع أن تصدق أن نجوى تنتمي إلى جماعة إرهابية، وعندما يتم تصحيح الخبر ربما لا يأخذ المصداقية التي كان فيها الخبر في المرة الأولى، أم أن الشائعة لأنها هي تقوم بدور المهاجم وليس المدافع؟ لا، الموروث الثقافي للعالم العربي والإسلامي أن ربما الأخبار الصحيحة والدقيقة يعني أكيد مش مظبوطة، هو الخبر الآخر الغريب والعجيب هو ده الخبر اللي يعني ما فيش دخان من غير نار، لا ده أكيد في حاجة سر، لأن دايما إحنا عانينا فترات عقود طويلة إن ما فيش شفافية، ما فيش مؤسسات كبيرة بتناقش الموضوع ده، ما فيش عندنا إحنا كمان ما تربناش على وعي بعدم نقل الشائعات، يعني إحنا كمجتمع، إحنا بنتكلم كمجتمع ما بنتكلمش كفصيل معارض، لا إحنا كالمجتمع اللي هو المصريين أو العالم العربي أو أي أسرة عربية ما تلقتش نوع من أنواع التربية الموجهة إزاي تعرف الخبر السيء من الخبر الشائع أو الشائعة. يعني المشكلة إن إحنا لدينا القابلية دي تكونت عبر عقود من عدم الشفافية، عبر عقود من دايما إن في حاجة مش صادقة بتحصل، يستهوينا كمان إن يكون في سر، يعني إحنا كعرب يستهوينا قوي، لا الموضوع مش كده، والفضيحة في سر تاني إضافة للفضايح، كل ده بقى مع ممكن واحد كمان ما يفكرش في الخبر وينقله بسرعة، ينقله بسرعة فينقل، زي ما الدكتور عادل قال ان هي اقرب الى النار، بتنتشر في الحطب والهشيم بشكل سريع جدا. طب دكتور عادل عفوا، يعني في الجزئيه دي تحديدا، يعني هل تختلف من دوله لدوله نوعيه الشائعه وسرعه انتشارها بما انك خبير امن دولي؟ ما فيش شك طبعا، ما فيش شك. هو الفكره يا فندم، انا النهارده لما يبقى مثلا لو انا عندي المجتمع المصري مشاكله مثلا المعاناه في موضوع الدعم، كويس، يبقى انا لما اجي اطلع له اشاعه تتعلق بالدعم هتمس القطاع الاكبر، انا دايما بسميها ببساطه كده قاعده الهرم، انا عايز اثر على اكبر قطاع اللي هي قاعده الهرم، الغالبيه العظمى من الناس اللي يمسهم مثلا خبر يتعلق بدفع رفع الدعم عن رغيف العيش او ارتفاع اسعار تذاكر المواصلات، تمام، مش حاجه اكلمهم مثلا ان مثلا مصر هتوقف استيراد اكل الكلاب، موضوع مش هيفرق مع الغالبيه العظمى من الناس، هيفرق مع فئه محدوده جدا، تمام معايا حضرتك؟ أي. فهي بتبقى ثقافه المجتمع واحتياجاته، يعني انا لازم في علم على فكره في امن المعلومات اسمه الهندسه الاجتماعيه او السوشيال انجينيرنج، السوشيال انجينيرنج ده بيتكلم على ازاي ان انا اتعامل مع الطرف اللي قدامي ب اما احتياجه او ان انا اجذبه الى شيء او ابقى انا عارف مخاوفه ايه، فلو انا عارف ان حضرتك مثلا بتخافي جدا مثلا من ان العربيه تعطل بيكي وانا مش عايزك تروح المشوار ده، فهقول لك على فكره الطريق ده يخلو تماما من اي مراكز صيانه، خدتي بال حضرتك، انا هلعب على الوتر الحساس، فهي موضوع طبعا للناس المتربصين اذا صحت التسميه، هو بيدور ايه العناوين اللي يحطها تعمل مشكله. اوكي، يعني انا هقول لحضرتك، يمكن انا كنت كاتب كام نقطه كده لو تتذكري، هو خبر قديم بس اتمنى تكوني فاكراه، كان طلع اشاعه كده هزليه بتتكلم على ان الدوله هتدعم الكافيار على بطاقات التموين. اوكي، طبعا للناس اللي هي بتاخد يعني الدعم يعني بالكاد وتعيش يعني بالكاد يعني قوت يومها يوم بيوم، فان هو يجي واحد يقول له ان هم هيدعموا الكافيار، اوكي، وموضوع استفزازي وخبر لا يجب تصديقه اساسا ولا انتشاره، ولكن للاسف هنا في بقى مشكله تانية،
الإنترنت في هذا المحيط الذي يعج بالملايين من البشر في مبدأ بيستخدم في التسويق الإلكتروني، مبدأ اسمه الكراود سورسنج. كراود سورسنج اللي هي ايه الكراود سورسنج دي؟ ان انا اقوم رامي موضوع في وسط مليون بني ادم، لو في نص مليون بني ادم عملوا لايك ونص مليون بني ادم دخلوا شتموا في الموضوع ده، اذا نتكلم عن الموضوع كام واحد في النهايه؟ مليون. مليون، متشكرين جدا، وده اللي احنا عايزينه. فبين اللي هيدخل يتهكم واللي هيدخل يهزر واللي هيدخل يعترض واللي هيدخل يؤيد، كل الناس تفاعلت كده، انا حققت هدفي 100%. ولذلك انا دايما انصح الناس اللي ضد خبر انها ما تعلقش عليه حتى لو سلبا. اوكي، اهم يعني دي آلية هامة. انا لو انا ضد خبر ما اعملوش شير وعلق عليه سلبا. طب هل يعني استطيع ان اسال ولا يقال هذا تكميم للافواه وهذا يعني حد من الحريات، من يحمي ابنائنا وبناتنا من وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصه انها اصبحت في الفتره الاخيره ليس فقط لترويج الشائعات ولكن لجلب الاطفال والبنات والولاد الى ما هو ابشع من ذلك، يعني الى ممارسات لا اخلاقيه او التجنيد لبعض الجماعات المتطرفه. تمام، طيب هقول لحضرتك، هو بدايه برضو القصه بتاعه الاطفال دي موضوع صراحه في غايه الاهميه والحساسيه. هو اول نقطه انا عندي موضوع التوعيه، يعني انا محتاج اربي الولاد في بشكل توعوي، اعرفه ازاي يتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي. خلينا نتفق برضو في حاجه عشان المشاهدين ما يفتكروش ان احنا، عفوا يا دكتور، ايه سوداويين او جايين بنتكلم. هي شبكات التواصل الاجتماعي احيانا ايجابيات فائقه، وشبكات التواصل الاجتماعي احيانا قد تنقذ حياه افراد من الموت، وقد ترد الى مظلوم حقه، وقد يعني، وهنا النهارده بتمثل منصات عمل وتربح لالاف الشباب، اتصور في دول عربيه عديده مش بس في مصر. اوكي، فلها ايجابيات عديده جدا، بس احنا عايزين ثقافه استخدام امن، هو ده المسمى السليم. ده دي نقطه. الحاجه الثانيه، انا هدي حضرتك مثال يعني اعتقد هيكون جيد جدا في هذا السياق. المثال الخاص بتحيه العلم او السلام الجمهوري، السلام الجمهوري من وزيره الصحه. تمام، انا مش بناقش الخبر خالص، الموضوع نفسه، لكن تتفق معايا حضرتك ان ظهرت عشرات الفيديوهات اللي بتسخر بشكل كوميدي او تهكمي على ناس بتؤدي السلام الجمهوري بشكل تهكمي ان هم في مستشفيات. القيمه النهائيه الادبيه للسلام الجمهوري الذي هو رمز الدوله اصبح مسخره. نعم صح. انا النهارده لما ربي الطفل ان هو طالع بيترقص على السلام الجمهوري بتاع بلده، يبقى ايه، انا منتظر ايه من الطفل ده؟ هم بعد يمكن كده كانوا معتقدين هم يعني بيتندروا على وزيره الصحه يعني التي يعني يتحدثت عن امر بعيد عن الواقع. انا ما انا بقول لحضرتك انا مش بدافع مطلقا عن الموضوع ده، انا ضده يعني بوضوح. طبعا واحنا ضد ان التهكم على السلام الجمهوري لا لا في اي انا دولة. بتكلم حتى انا ضد فكره قرار وزير الصحه، مع الاحترام هي 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 سحبته على، لكن انا عموما انا بتكلم في فكره ايه، انك بسهوله جدا تهدمي رمز. بمنتهى السهوله تهدمي رمز. الرمز ده النهارده رمز حيوي جدا في الدوله. النهارده بدل ما السلام الجمهوري ده يعني ايه يفكر الواحد ببلده او بوطنته او ببلد يعني يتشرف بالانتماء ليها او ما الى ذلك، اصبح ده نوع من المسخره او اداه للتندر. ابتدي انا اهدم الكلام ده. نيجي كنا بنتكلم قبل هذا دكتور على فكره مفهوم الوطن، يعني إن هل انا النهارده بربي عند الطفل قيمه اسمها قيمه الوطن، ولا انا بربي عنده قيم مختلفه؟ يعني ده شق. الجزئية الثانية فكرة ترك الأولاد بدون رقابة ومتابعة بيسهل إن الأولاد يجتذبوا. بيجتذبوا إزاي؟ أنا مش حاجة الولد أقول له تعالى تضم معانا داعش فيقول لي طب أوكي ويجي يعني يتطوع. إحنا بنعمل حاجة كده زي تيست، مش أو بلاش كلمة إحنا، هم بيعملوا حاجة زي تيست. لو أنا وضعت على صفحة مثلا أذكار الصباح والمساء، في أي مشكلة؟ جيت وضعت بعض الآيات القرآنية، جيت وضعت مثلا قصة سيدنا عيسى، قصة سيدنا موسى وهكذا، فترة من الزمن لهذه المتابعين على الصفحات، أو محطة صورة كده لإيه؟ لأطفال قتلوا في سوريا. أوكي؟ سواء كانت الصورة صادقة أو كانت صورة غير صادقة. طبعًا يعني سوريا تمتلئ بالمآسي يعني في هذا الصدد. أوكي؟ اللي هيتفاعل قوي مع الموضوع والكلام ده، ده كويس، ده راجل متفاعل مع موضوع مش عنده يعني، ده موضوع كبير يعني خارج نطاق المعيشة بتاعته أو دولته. طب مرة تانية يا جماعة إحنا لازم نسأل مش عارف الناس دي، إحنا عايزين ناس تنضم، في ناس داخلة تعلق إيجابية. عندك رؤيه؟ انا دلوقتي عايز افصل ما بين ان في نوايا حسنه من الشخص اللي بيضع يعني تعليق ايجابي ان هو متعاطف مع اللي بيحصل ده، وانه يتمنى ان ينصر الناس اللي في سوريا وينصر المسلمين والى اخره، وان انا بتكلم على ان جماعات ارهابيه تستخدم ده كنوع من البروبنج او جس النبض.
إذن الشخص اللي ابتدى يتفاعل مع الموضوع ده والصور والقتل وما إلى ذلك هو ده الشخص اللي ممكن أبتدي أسحبه، فيبتدي يتعرف عليه بشكل شخصي. خدتي بال حضرتك نعم، الموضوع هو جميل؟ بقى دكتور طارق يتحدث معنا عن وسيلة الجذب لهؤلاء، يعني تحدث الدكتور عادل عن الفريسة كيف يتم جذبها. احنا قلنا من، واكتشفنا ان هم في الغالب معظم الجماعات الارهابيه لها رغبه في هدم الدولة. الدوله من الداخل، فبتنشر مجموعه من الشائعات. الشائعات لها انواع مختلفه، منها الهدم ومنها شائعات ايجابيه تخصهم هم، يتحدثوا عن مظلوميه. هو بيستخدم بقى اللجان دي ازاي؟ هو ليه طريقه في نشر الفكره. اولا هو معاه جهاز ميديا عالي جدا، عنده ناس خبراء في صياغة الخبر نفسه. الأخبار دي فيها جزء من الواقع بتمس المواطن، فيها شيء شيق علشان يستمر، يعني مش حاجة كده يعني خبر صحيح وسك كده، لا ده فيها لازم تبقى فيها حاجة توابل. معاه صورة، ثقافة الصورة هم ممتازين فيها جدا، ربما بإدارة أعلى من الإدارة العربية وإدارة المصرية، ربما يعني شركات أخرى، لأن لاحظي ثقافة الصورة نفسها، الصورة اللي بياخدوها. أفكر بس السادة المشاهدين إن كان في مقاطع بياخدوها لمظاهرة، وفي فيديوهات كده موجودة على اليوتيوب، المخرج بيقول ستوب فيقف الولد وهو عامل كده وفي دم بينزل. في سوريا، لا لا في مصر كمان، كان في مصر ويعمل وكان رابعة في سوريا وبنت يعني كمان. واقعة والمصحف فيه دم وواحدة سمنتها. بياخدوا الصور لأن أثناء لكن دي فيديوهات تمثيلية تقريبا يا دكتور طارق. التمثيلات دي جهاز معاون تام لضخ الأفكار الإرهابية عند الناس. الخطوة الأولى إنك تتعاطف معاهم، الخطوة الأولى إنك تشعر إن عندهم مظلومية. هيعملها إزاي؟ هيعملها عبر مجموعة كبيرة من فيديوهات غير حقيقية كاذبة كلها، أخبار غير حقيقية كاذبة كلها، يتحدث عن الجوانب الشخصية لبعض الناس، يعني يبقى قاتل مثلا، يعني القاتل الولد اللي رمى، المهندس اللي رمى الاطفال في من اسكندريه، اسكندريه من فوق السطوح. كم الحكايات اللي عن ادبه واخلاقه وكيف هو كان يتعاطف مع زملائه في العمل، وكيف كان يتبرع بجزء من امواله للفقراء. كم الحكايات دي تجعلك تتعاطفي معاه في النهايه. ده ونقول ان ضحيه، وانه هو ضحيه، وانه يعني علشان يغير من وجدان المتابعين لقضيه انسانيه كبيره، وشفناها بكل قسوه وبكل غلظه، بيرمي الولد من الدور السادس او من الدور السابع في المنور، بينزل ميت بشكل بشع. هذه هي افكاره، فبيحاول يغير الوجدان الناس، بيحاول يغير عقول الناس، بيحاول يغير معتقداته، مش الدينيه، مش العقيده، الاله والرسل والكتب، لا، ما يظن انه صواب، فيديك احساس انه ده غلط وفي صواب تاني انا هقوله لك لكن مؤجل كده. هو بدأ يعمل المرحلة الأولانية للتمهيد، من يتجاوزها وينفعل معاها ويقول لا ده غلط، وإن احنا فعلا عايشين حالة غير إسلامية وحالة غير صحيحة، ويجب أن نغير، ويجب أن نقاوم الكفر والطاغوت والآخر، بيديله نوعية أخرى من الفيديوهات بيكثفها على صفحاتهم في الترويج له أسس، بيختار الفئة اللي هيروج ليها، السن، العمر، صفحات التماثل، واظن الدكتور عادل عارف الكلام ده كويس، بيوصلوها للفئه دي اللي هي تجاوبت او ان هي يعني هو يقدر كمان يستهدف يعني عن طريق السن طبعا السن والمنطقه السكنيه، يعني الحاجات دي موجوده فين، في مصر ولا في فلسطين، انا عايز اروج على سن 17 سنه في فلسطين، صبيان بس، مش احنا بنكتب بياناتنا في الفيسبوك، بكتب ان انا عندي مواليد كذا. بس دي بتبقى برضه معلومات مش دقيقه قوي يا دكتور، يعني معظم حتى اولادنا علشان الفيسبوك يقبل لدكتور عادل ادرى منا هو بنروح حاطين يعني اعمار اكبر. 30% مش مظبوطين خلينا في 70، يعني نسبه كام مش في الميه، يعني 10% 15 20 30 في 70% صحيح. هو استهدفهم، قال انا عايز الفلسطينيين او عايز المصريين او عايز العراقيين، البنات بس او صبيان بس في الفتره دي في السن ده، انه يوصل لهم الاخبار دي، توصل لهم الاخبار حضرتك دي. لو اتفضل حضرتك لاحظي ساعات وانت على التايم لاين تلاقي صديق بالصديق، يعني تلاقي حد ناشر كلام مش صديق عندك، وهتلاقي مكتوب جنبه سبونسرد، سبونسرد يعني ده اعلان مدفوع الاجر، او تلاقي خبر انت لا انت مشتركه في الصفحه دي ولا اي حاجه بس طلع لك. اوكي، في مشكله تانية بس برضو يعني ملاحظه على الكلام ده، في مشكلة في الفيسبوك
هي المفروض انها ميزه في الاساس، لكن في موقفنا احنا ده وفي موضوعنا هي عيب. ايه هي المشكله دي؟ لو حضرتك دخلتي قريتي خبر في موضوع ما، يعني مثلا القصه بتاعت موظف السي اي بي، بنك السي اي بي اللي اخذ مبلغ وبعد كده طلع الكلام كله مختلف تماما، لكن عموما لو ضغطنا كده هتلاقي كل الاخبار التي تتعلق بهذا الشخص ظهرت لك في شريط بالعرض كده في الفيسبوك، فيديوهات واخبار وتويتر وكل صحيح. حاجه، كل حاجه موجوده، فاوتوماتيك الفيسبوك بيعتبر ان انت مهتمه بهذا الامر وبناء عليه يبتدي بيرشح يجمع لي. لك تاني. فعارفه ده بيعمل ايه؟ بيعمل نوع من التقوقع التكنولوجي. يعني انا دخلت قريت صفحه اسمها الف، فمحتوى صفحه الف ده الفيسبوك قادر يصنف ان ده محتوى ديني ولا محتوى يعني جهادي مثلا ولا انا دايما محتوى بحب كذا او ادخل كذا، على المواقع الاخباريه، فالفيسبوك بيعرف ان بيرشح لك كمان الصفحات. لا ده انت كمان لو حضرتك مثلا بتدوري كتير في الموضه فهتلاقي اللي طالع لك محتوى يتعلق بالموضه، لو بتدوري في حاجات تتعلق مثلا بالسفر هتلاقي اللي طالع لك محتوى. طيب انا دلوقتي دخلت على صفحه بتتكلم على احداث سوريا، قام طالع لي صفحه ثانيه بتتكلم على احداث سوريا، قام طالع لي فيديو بيتكلم على احداث سوريا، قام طالع لي اصدقاء عاملين لايك على صفحات فيها احداث سوريا، فتبتدي تلاقي نفسك وكانك بالراحه كده بتتسحبي. طب انا ليه قلت الكلام ده كويس وفي حالتنا احنا وحش؟ لان في الاساس ده اسلوب تسويقي، يعني يحسب للتكنولوجيا انها بتدور على حضرتك عايزه ايه، فتقول المنتج ده حضرتك ترغبي فيه وتعرف توجه المنتج المناسب للمشتري المتوقع. فده في التسويق الالكتروني هايل، لكن في مشكله ان ناخد نفس الكلام ونفس الاليه نطبقها على الكلام ده، ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل نوع من العزل الفكري. يعني هتلاقي كل مثلا من هو ضد الحكومه دايما طالع له الصفحات اللي فيها كلام ضد الحكومه، فما عندوش فرصه ولو بالخطا ان يطلع له حاجه مع الحكومه. وهتلاقي ان مثلا كل الناس اللي مثلا مؤيده للحكومه او للقوات المسلحه او ما الى ذلك دايما طالع لها الصفحات والاخبار والاصدقاء وهكذا، فبيعمل نوع من العزل الفكري اذا صح التعبير. طيب دعونا نتوقف عند هذا التقرير الذي اعده فريق البرنامج والسوشيال ميديا والشائعات. الشائعات، ذلك الكائن المجهول خلف الكيبورد الذي يوزع أخبار الناس ومصائرهم بعد أن كان التواصل الاجتماعي وسيلة من أهم وسائل تطور الوعي المجتمعي، بعد أن كان التواصل الاجتماعي وسيلة من أهم وسائل تطور الوعي المجتمعي، أصبح في معظم ما يصدره لنا آفة أصابت المجتمعات. في مصر يتم بث قرابة 200 شائعة يوميا ما بين اجتماعية واقتصادية وسياسية. الشائعات هي إحدى الوسائل التي باتت تستغلها بعض الأطراف التي تحمل الشر للوطن والمواطن بهدف تهييج الرأي العام وإثارة البلبلة ونشر السلبيات غير الحقيقية بصورة كبيرة، إلى الحد الذي يحمل معه تساؤلات حول الأسباب وسبل المواجهة ولا مجال من المسؤول أو الجاني. فكما في التقاضي تسجل الشائعة ضد مجهول، إذن تظل الشائعة ككرة الثلج تتدحرج وفي أثناء حركتها يكبر حجمها وتنتشر في الظروف الغامضة التي تتضارب فيها المعلومات وتقل الثقة في مصادرها الرسمية. والسؤال الأهم، من أين نبدأ؟ هل بالمبادرة وبتكذيب الشائعة ويصبح هذا ضرب من ضروب الخيال، أم البحث عن وسيلة جادة لتجفيف منابع الشائعة؟ عدنا من جديد وأرحب بضيفي الكريمين، الدكتور طارق أبو السعد الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، والدكتور عادل عبد المنعم الخبير الدولي في أمن المعلومات. دكتور طارق، كان يتحدث الدكتور عادل عن فلترة الأخبار قبل أن تصل إلي عن طريق الاهتمام الذي أبديته من الوهلة الأولى، هذا يكون في أيضا في عين اعتبار الجاذب من الجماعات الإرهابية، أم أنه يستطيع أيضا أن يدخل على من هو ضده فيجذبه إليه؟ بيعملوا آلية علشان يضمن إن ده يتم تحت الرقابة أو تحت رغبته تماما، مش بشكل عشوائي. ملايين، مش هقول يعني، عندهم أشخاص كتير جدا يملكوا أعداد من الحسابات الوهمية الصحيحة بالمناسبة. يعني إيه صحيحة؟ يعني هو كتبها برقم تليفون أو كتبها بإيميل، لكن عنده يعني كل فرد في اللجان الإلكترونية عنده أكتر من حساب بأكتر من اسم، ممكن تبقى أسماء عادية يعني محمد إبراهيم، حسين السيد، وبعدين ممكن يكتب بعد كده إيه بأسماء أخرى، يعني قطر الندى كذا، يعني الثائر الحق كذا، أسماء متعددة ومتنوعة ومقبولة، بعضها من يقبلها بالشكل الديني ومن يقبلها بالشكل اللي هي العادي.
الحسابات دي هما بيبقى لهم صفحات مغلقه. الفيسبوك احنا عارفين في صفحه معلنه وفي صفحه مغلقه سريه لافرادها اللي هما 20 شخص، هو كل واحد فيهم بيبقى عضو في الصفحه دي. الشائعه اللي احنا عايزينها النهارده ونركز عليها ان كوبري كذا، كوبري بنها في شروخ واتكسر، وحد بيحضر الميديا بتاعتها وبيجيب صورة أو الكوبري الفلاني اللي تهدم أو الكوبري الفلاني اللي حصل فيه كذا أو الانهيار الصورة وبتتعامل بشكل جيد أو انهيارات الأرضية، وبيجي جايبها تمام وبيعلق عليها تعليق صغير وبيقول لهم الأدمن بتاعهم أو القائد بتاعهم إحنا هنشتغل على ده. كل واحد 20-30 حساب في أعداد مش هقدر يعني أحصرها، لكن لا تقل عن مئات الاشخاص. بس دي يعني صفحات مغلقه مش صفحات عامه. الصفحات المغلقه بيتم طبخ الاداره طبخ الخبر. صفحات المغلقه بيتم طبخ الخبر. دي غرفه الاجتماعات. ايوه طبخوا الخبر ال 20 شخص بال 20 حساب بال 200 واحد اللي هيوجهوا الكلام ده في المنطقه. فيبدا هو انت بتسمعي الخبر اللي هو وصل لك عبر صفحات كتيرة، وتلاقي في ناس داخلة تقول كلام غريب في صفحات متعددة، فبتصل إليكي في النهاية بشكل هرمي يصل إلى كل الناس. قلنا أنه بيتابعوا ده، كانوا الأول بيتابعوا خبر واحد، يعني لو احنا بنتابع صفحات أو الخبراء بيتابعوا صفحات دي كان خبر واحد وبيكثفوا عليه يعني أكتر من 100,000 مشترك يتكلم فيه، بحيث أنه يبقى ده اليقين اللي عند الناس، خبر كاذب وده اليقين اللي عند الناس، انهار الكوبري فعلا خلاص. مهما بقى الدولة طلعت ومهما جبنا صورنا ومهما قلنا ان ده ما تهدش وده موجود زي ما هو، خلاص يا سيدي ما تهدش، لكن الأثر النفسي للوهلة الأولى والانطباع الأول بيدوم ان في انهيارات في مباني الدولة وان الدولة كلها كل مشروعاتها بتقع ومنهارة. يضاف دلوقتي بقى بيعملوا ايه؟ ما بقاش بيعمل خبر واحد ويكثف عليه. مجموعة أخبار متنوعة متعددة كتيرة جدا في مجالات مختلفة كلها أخبار كاذبة صغيرة وبينشرها في اليوم الواحد، بحيث الواحد مش لاحق. ما قال مركز معلومات مجلس الوزراء 118 شائعة في يوم واحد، مش هتلحقي تقولي ايه مين فيهم الصح. كما السؤال اللي حضرتك ما استكملناهوش، احنا ليه عندنا القابلية؟ احنا لا نعمل المنطق كثيرا، احنا بطبيعتنا عاطفيين لا نعمل المنطق. يعني يتقال خبر قدامك وتسمعيه وتشوفيه وشكله حلو لكنه جواه في لا منطقية، ما يجوش مع بعض. يعني كان احد مباشر، وانا هقول وده انا على مسؤوليتي الشخصية، ما اعرفش الفيديو ده لسه موجود ولا لا، لما كان احداث رمسيس، احداث رمسيس الجزيرة كانت بتعلن مباشرة، وعازر تقريبا هو اللي كان بيعلن ده، بيقول انباء عن سقوط 120 قتيلا في جميل عازر. انا ما اعرفش الفيديو موجود ولا لا، لكن انا على مسؤوليتي الشخصية انا وانا احمل القناة انا اللي بقول بتهمه، هذا كان خبر كاذب. ليه؟ قال والان ننتقل الى المستشفى الميداني داخل مسجد الفتح، وفعلا انتقلنا مباشر المستشفى الميداني بمسجد الفتح، وحد هناك مراسل كلمه، وشهداء ميتين ومحطوطين ومعمولين ومحطوط عليهم ثلج، والناس كلها بتعيط وينهار ابيض، ماتوا في 120 جثمان محطوطين. فانا بتلقي الخبر انا كمان، فاللي جنبي بيقول لي دي نهار ابيض 120 ماتوا مره واحده، هنعملوا ايه؟ قلت له 120 ماتوا ازاي؟ قال لي ما قدامك اهي. يعني هو شايف التأثير، العين والبصري كان مهم، غير عقله. قلت له انت مختل، الاخوان نازلين مظاهرتهم وجايبين الاكفان معاهم، الناس مش هتبقى متكفنه. قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني هيتكفنوا فين وهجايبين معاهم تلجهم؟ يعني اعمل عقلك، يعني ما فيش. وبعدها بقى بقينا نشوف ناس بتتكلم في التليفون وهي في الكفن. لا بعد شوية لما أغلقوا عليهم الباب، لما أغلقوا عليهم باب المسجد وما بقاش حد يخرج وما فيش حد يطلع، لما فتحوا الصبح ومشيوا ما لقيناش لا جثمان ولا مية، طب راحوا فين ال 120 دول؟ الفيديو ده صحيح ده مسجد الفتح بالمناسبة أو شبيه بيه، أو إحنا ما نقدرش نقول إنه مش هو. ده كان إيه بقى؟ ده كان فيديو معمول في مكان آخر وتحط أثناء البث المباشر بحيث أن تظن أن هو ده الحقيقة. مع إحنا لا نعمل كثيرا المنطق ولا نعمل كثيرا منطقية أن هذا الخبر صحيح ولا مش صحيح، أو أن إحنا نكلف نفسنا جهد، بيخلي الأخبار دي بتقع في قلوبنا وهم عاملين الهيكل ده.
زي ما قال الدكتور. ده دور دكتور عادل. يعني احنا احيانا بنعمل ريبورت على خبر معين او على فيديو معين، تمام. ففعلا الفيسبوك او حتى اليوتيوب بيحذفه. هل هناك دور لمجلس معلومات، مركز معلومات مجلس الوزراء، جهة في مصر مثلا تستطيع حماية شباب مصر ويعني مواطن المصري بشكل عام؟ بص، احنا حضرتك بنتكلم قبل الهوا لما كتب لحضرتك احنا هنعالج المرض ولا هنعالج العرض. الفيديو ده العرض، هو المرض من وجهة نظري او نقطة الضعف هي وعي المتلقي. وعايز برضو عشان ايه، برضو ما يبقاش الكلام كله ان يعني المشكلة كلها على المتلقي، برضو بأناشد أجهزة الدولة وأجهزة أي دولة ترغب في تحجيم هذا القدر من الإشاعات، ان يكون فيه سرعة استجابة للرد على الإشاعة بالإضافة إلى الشفافية في المعلومات. أيوة، يعني يا دكتور عادل لما يكون 118 إشاعة في يوم واحد، إحنا دلوقتي بنشوف على التلفزيون المصري، تمام، برنامج وكنا برضو بنتكلم في الموضوع، تمام، ده الشائعة والحقيقة، تمام. لو فضلنا بالشكل ده مش هيلحقوا، يعني هل نجفف منبع الشائعة أم نلهث وراء الشائعات؟ دكتور طارق لا. بيقول لا، أنا بقول لحضرتك ونصححها. طيب أنا بقول لحضرتك سرعة الاستجابة وتكرار الاستجابة السريعة والشفافية هيبتدي يبني المصداقية الضائعة. خلينا نتكلم بصراحة لأننا حريصين على الحل، يعني لا نتحدث للاستهلاك، يعني احنا حريصين على كل الحل، تأكيد، تمام. ده جزء. الجزء الثاني زي ما قلت لك من شوية، فكرة ايه، هدم الرموز وكذا وكذا. هم نجحوا في إمكانية ان هو الناس تفقد الثقة في اي حاجة. يعني هتلاقي ان للأسف الشديد برضو مع كل التقدير، هتلاقي ان تلفزيون الدولة هو اكثر الاماكن مصداقية لدى قطاع كبير من المواطنين. بعد ليه؟ لان كل تشكيك تشكيك تشكيك. في نقطه تانية، الدوله ليست فرد، الدوله ليست مؤسسه، الدوله مجرد مؤسسه. الدوله مش مجموعه من الشباب قاعده في غرفه مغلقه مثلا بتشرب عصير وعماله بتبعت اخبار زائفه. الدوله كيان عملاق مرونته ليست بمرونه هذه الجماعات او هذه المجموعات. في نقطه اخيره، انا ما اقدرش النهارده كدوله ان انا استهلك طاقاتي، ان انا احط بقى مليون شاب ولا مليون واحد يقعدوا يردوا على الناس دي، والناس طالما سمعت الخبر فقدت الاهتمام انها تتابع الى اين انتهى الامر، لان هو خد الخبر الاولاني وخلاص. فصعب ان انا كدوله اعدي على واحد واحد ولا يا جماعه طب مين ما عرفش الحقيقه اوصلها له، مش هيحصل ده. يعني ارى من وجهه نظري المتواضعه ان التوعيه هي العامل الرئيسي فيما يتعلق به تامين هؤلاء الافراد او القطاع العريض ان يتاثر بهذا المرض، عامله زي المصل كده اللي بياخده عشان نقلل احتماليه ان هو يعني يصاب بالمرض لاحقا. الحاجه الثانيه، من الدوله مطالبه بسرعه استجابه وشفافيه. زمان انا واحد من الناس، انا هقول لحضرتك بمنتهى الصراحه، انا كنت واحد من الناس بقول يعني ايه القوات المسلحه تعمل موقع صفحه على الفيسبوك للقوات المسلحه المصريه، يعني كيان عملاق يجب ان يكون ليه هيبته. لا، النهارده لو هي دي اللغه اللي بيتكلمها الناس، اوكي، ليكون تواجد كل المؤسسات ما فيها القوات المسلحه او رئاسه الجمهوريه زي الصفحه الخاصه برئيس الجمهوريه وما الى ذلك. ما دي كمان بتحمل كارثه اخرى يا دكتور عادل، لان البعض يخترق هذا الحساب والبعض يقوم بعمل صفحات موازيه. يعني ايام المتحدث الرسمي، تمام، احمد علي لو تتذكر، طبعاً كانت له صفحه عملت اكثر من صفحه باسم احمد علي. هو عموما يعني يمكن في اخبار جيده شويه، اولا من سنوات عديده وكان من الممكن الصفحات اللي عليها مليون متابعين كان يمكن عمل توثيق لها، اللي هي علامه الفيريفيكيشن، اللي هي علامه الصح اللي باللون الازرق دي. الكلام ده كان معطل في مصر بقاله فتره، وبالصدفه من ايام قليله فقط تم اتاحيه هذه الخاصيه، بمعنى ان كل حساب لشخص او لجهه او مؤسسه يمكن حاليا عمل توثيق ليه او فيريفيكيشن. ودورنا بقى اننا في الاعلام زي ما احنا بنعمل مع حضرتك كده، نوعي ان يا جماعه لو قلنا ان دي صفحه المتحدث الرسمي واللي هي الفيريفايد اللي عليها العلامه دي، اذا لا يوجد صفحه متحدث رسمي اخرى. يعني عمليه التوعيه، يعني توجد علامه مائيه، يعني لا علامه باي شكل، يعني زي كان دي ده كده ده ودي صعب انها تخترق او صعب تزويرها. لا، صعب انك حضرتك تعملي صفحه تانية ويمكن غلق الصفحه التانية في خلال دقائق معدوده. ليه؟ لان خلاص طالما هذه الصفحه المؤكده المراجعه انها تابعه للقوات المسلحه لشركه الف جيم اي حاجه في الدنيا، تمام، خلاص لو جه حد عمل حساب حضرتك شخصيا، لو عملتي فيريفيكيشن لحسابك وحد جه عمل حساب مختلق، هتدخلي في ثانيه واحده تقولي الحساب ده مختلق، هيراجعوا اه ده فعلا فلانه حسابها فيريفايد ده اكنه موثق، فبالتبعيه كل ما عداها او ما عدا هذه الصفحه هو امر زائف. هو بالاساس يعني كان الهدف من الحلقه هو حمايه الوطن العربي باسره وليس مصر فقط. تحدثنا عن كل ما يدار من خطوره حول السوشيال ميديا. دكتور عادل ايضا تحدث عن ايجابيات السوشيال ميديا، لا نريد ان نبخس حقها بالرغم من المآسي والمخاطر التي
يعني بيتنا نتعرض لها. كلمة أخيرة لك دكتور طارق قبل نهاية هذا البرنامج. أنا أنصح جميع المجاهدين ان تريس ان قبل ما تنشر الخبر من مكانك، اذا وصلك الخبر ان ما تكونش انت منصه كمان، لان انا مش هعرف يعني اتابع الاخبار. 2 تكثيف الشائعات بتوقف عن نشرها، انما الاهم الشفافيه واهم سرعه الاستجابه والوقايه داخل المجتمع. لازم يبقى في حاجات اكتر من كده نوعي بها المجتمع حول اضرار الشائعات، والمنصات اللي اكتشفنا انها نشرت شائعات يجب ان يتوقف عليها كل مواطن عربي. هي الشفافيه والوعي يعني ربما هم افضل شيء لقتل اي شائعه، حتى لا نقول الشائعه فيها سم قاتل، او وسائل التواصل الاجتماعي به سم قاتل فلا تقتربوا منه. اعزائي المشاهدين، سعدت بكم وسعدت بضيفي الكريمين الدكتور طارق ابو السعد الخبير في شؤون الجماعات الارهابيه. شكرا يا دكتور طارق. شكرا لحضرتك. وايضا ضيفي الكريم الدكتور عادل عبد المنعم الخبير الدولي في امن المعلومات. شكرا يا دكتور. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على كرم المتابعة. الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.